الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إن الاعتماد على الموازنة من دون وجود جباية حقيقية لا يحل مشكلة الكهرباء. وأضاف الجبوري أنه لا يوجد أي فائض مالي خلال عام 2021، وأن حكومة الكاظمي ملزمة بصرف الأموال بنسبة 1/12% لعدم إقرار موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء كانت في السابق تدار حسب رؤية الوزير وليس وفق استراتيجية دولة بحسب تعبيره. أكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن السبب الأساسي والرئيس لانتشار واستمرار الفساد هو أن نسبة 99% من قوانين العراق المالية والاقتصادية قد وضعها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، وهي قانون البنك المركزي رقم 56 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون هيئة الأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004. وأوضح الخبراء أن بعد فساد القوانين يأتي فساد التخطيط الذي أدى إلى اندثار وعدم إكمال العديد من المشاريع، وبعد ذلك يأتي الفساد الإجرائي وهو فساد المسؤولين أو الموظفين أو المدراء. قال متعاملون إن شركة تسويق النفط سومو لم تتمكن من بيع 2 مليون برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في الفترة من 25 و 27 من آيار لأن العروض كانت منخفضة للغاية. وأضاف متعاملون أن أعلى عرض كان أقل من 3.50 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة. وقال أحد التجار أن سعر البيع الرسمي مرتفع للغاية وبالتالي كانت العروض بتخفيضات كبيرة. أكدت مصادر صحفية أن مدينة الموصل لا تزال تعاني من أزمة نقص وقود حادة مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. وأضافت المصادر أن محطات التعبئة ما زالت تشهد زحامات وطوابير طويلة في ظل شح مادة البنزين، مشيرة إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لتخفيض حدة الأزمة التي تشل أحد أهم القطاعات الحيوية. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن البنك الدولي خفض تقديراته للنمو في عام 2022 إلى 3.2% من توقعات كانون الثاني الماضي البالغة 4.1%، مضيفا أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى التي تشمل روسيا وكذلك أوكرانيا. أترككم مع متابعة شيقة مع أسعار العملات. إلى اللقاء.